بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهارده على النيفرولوجي اكزامينشن. النيفرولوجي اكزامينشن زي اي اكزامينشن، بس الباير بقدم نفسه انا والدكتور على القناه برضه سنه سته، فممكن نترخص حضرتك واخد البرميشن بتاعه وابتدي اعمل بقى البوزيشن بتاعه. البوزيشن بتاعه طبعا انا هيكون نايم، بس بقى الاكسبوجر اللي هيجي لي هنا، الاكسبوجر اللي عند السنتس فيوبس لحد الشيست كله. انا هعمل اكسبوجر من السنتس فيوبس لحد الشيست، بطني رجل العيان 45 درجه عشان اعمل ريلاكسيشن للابدومينال ماسلز. اول حاجه جنرال اكزامينشن الكونشس ليفل والاورينتيشن. طبعا الكونشس ليفل والاورينتيشن ده عشان عيان عنده يوريميك هيموكيفالوس. تاني حاجه الكومبلكشن. الكومبلكشن طبعا عندنا مهمه جدا البالو، لان العيان ده النيفرولوجي او عيان الكيدني ديز عنده انيميا. تاني حاجه الجونديس، العيان ده ممكن يكون عنده جات رينال سندروم، بس كل الكلام ده مش في التشيك ليست. ابدا الاول بالفايتال داتا على طول، اللي هي البلاد بريشر والريسبيراتوري ريت والتمبريتشر، مهمين جدا جدا جدا. الفايتال داتا هبتدي اخش على الفيس، ابتدي ابص على الفيس في ايه؟ في حاجه اسمها يلو براون فيس. طبعا البري اوربيتال ايديما مهمه جدا. طبعا هنحط هنا صوره لليلو براون فيس والبري اوربيتال ايديما. ده بالنسبه للفيس اكزامينشن، لو كان في ويستنج او حاجه. ده الفيس خلص. ننزل بعد كده على النك. النك مهمه جدا واكدوا عليها وقالوا ان انت لو ما عملتش انترنال جاجولار بين اكزامينشن يبقى انت كده سقطت وكانك ما عملتش اي حاجه في الفروج اكزامينشن. ليه؟ لان الانترنال جاجولار بين لما يقيس البريشر بتاعه ده بيديني انديكيشن ان العيان لودد ولا لا، وده انديكيشن من ضمن الانديكيشن بتاعه الدايجنوستس. طبعا الانترنال جاجولار بين ازاي اقيسه ده مشهور في الجنرال، وما نقيسه اعمل الانسبكشن الاول اذا كان في ويفز ولا لا، لان لو هي موجوده وهو قاعد، لو هو نام ممكن تختفي، فلازم اعمل انسبكشن الاول وهو قاعد. لو وصل لحد المندبل هنا، لو هو نام هتختفي، لان معنى كده ان هي ايه عاليه جدا. ببتدي اعمل كونفرميشن الاول ان دي فينوس ويف مش ارتيريال ويف. ببتدي احط ايدي كده، المفروض هي تختفي. لو هي ما اختفتش يبقى دي معناها ايه؟ ان هي ارتيريال ويفز مش فينوس ويف. طبعا الكلام ده كله مشروح فين؟ في الفيديو بتاع الجنرال. ابتدي انيم العين بقى 45 درجه، احدد الابر ليفل بتاعها، وابتدي احط المسطره هنا على الانجل اوف لويس هنا كده، وابتدي اقيس اعلى كولم. ابتدي اقول النسبه مثلا هنا 2 سم. طب النورمال الجاجولار فينس بريشر كام؟ النورمال لازم يكون 2 سم. ليه؟ لان انا هزود السنترال فينس بريشر، لازم ازود 5 سم اللي هي المسافه ما بين الاسترنال للسنتر بتاع الاتريا. فالنورمال سنترال فينس بريشر يطلع 7 سم ووتر. ده النورمال. لو طلع عن كده طبعا يبقى كده معناه ان العيان ايه؟ لودد. طبعا الكومنت بتاعها بلسيتنج ولا لا، كونجستد ولا لا، وابتدي اعمل فول اكزامينشن زي ما شفت في الفيديو بتاع الجنرال. ده بالنسبه للنيك اكزامينشن، مهم جدا 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 في الانترنال جاجولار فينس. بعد ما قسنا الانترنال جاجولار فينس بريشر هنشوف الدياليسيس كاستر، ودي مهمه جدا وكومن جدا وشفناها في العيانين كتير. الدياليسيس كاستر دي اللي بتتركب في الانترنال جاجولار فين دي تمبوري كاستر بتسمى المهوقه. انا بعمل الاكزامينشن ده ازاي؟ بشوف بس فيها اهم حاجه، ما بشوفش ساينز اوف علامات الانفكشن. طبعا هنحط صوره للدياليسيس كاسيتر عشان تشوفوها الاناديل بتاعتها اللي هي الارتري فين، والانبوبه الزرقاء والانبوبه الحمراء والفين فين، عشان تبقوا عارفين شكلها. فاهم حاجه الساينز بتاعت الانفكشن فيها، لانها ممكن تدخل في انفكتيف اندوكاردايتس، لانها متوصله على طول للفين بالرايت. احنا كده خلصنا النيك اكزامينشن. بعد كده بنخش على الابر ليمت اكزامينشن. الابر ليمت اكزامينشن بنبص كده ايه العيان، المفروض اشوف ايه؟ بدور على ايه؟ بدور على سيروز اللي هي يعني عيان عنده يعني هايب او هايبر بيجمنتيشن او يوريميك فروست. يوريميك فروست دي اللي هي املاح اليوريا بتترسب خصوصا على الفور هيد. بعد كده بشوف التريمورز، دي مهمه جدا جدا. بقول عيان افرد ايدك كده وفرق بين صوابعك، وبعدين اعمل البيبر ايه شيت تيست، المفروض ايه؟ ما يكونش فيه فاين تريمورز. وبقول العيان زق ايدك اكنك بتزق حيطه، وابتدي اعمل انيشيشن للكورس تريمورز، ودي مشهوره جدا في اي عيان عنده ايه رينال او ليفر او هارت فيلر.
بعد ما عملت التريمورز بشوف النيلز بتاعت العيان كاتبينها في الشيك ليست. خلي بالك ان في حاجه اسمها لينديسي نيلز، يعني ايه؟ يعني النيل ده بيبقى فيه وايت لينيولا كده، المفروض لو اتعدت اكتر من 50% يبقى دي معناها دي ساينز من ضمن الساينز بتاعت الرينال فيلير. خلي بالنا منها عشان مكتوبه بس في الشيك ليست. اخر حاجه بقى في الابر ليب ان انت تشوف هايت، ان انت تشوف اي ايكوموزيس باتشز او بليك. ليه؟ لان عامل الرينال فيلير هو عرضه للبليدنج، لان البليد اللي بيحصل فيها ثرومبوسيميا. فابتدي اشوف كده، ادور على اي ايكوموزيس باتشز او اي بليدنج في الابر ليب، وكذلك في اللور ليب. اللور ليب اكزاميشن ده ودي اهم حاجه كرينال كيس اللي هي دي ايه، ودي كومن جدا وموجوده في العيانين. فخلي بالك ان انت لو اتحط نفرولوجي شيت، احنا بنقول الكلام ده عشان النفرولوجي شيت اللي انت ممكن تحطه في اخر السنه، هبتدي بقى اكزامن الاديما ازاي؟ اكزامن الاديما ده انا باجي كده على الميديال مالنس، بضغط كده بالصمت لمده كده نص دقيقه، نص دقيقه لمده نص دقيقه. ممكن اضغط بايلاترال احسن عشان الاثنين يظهروا، وابتدي اشوفها بيتنج ولا لا، او غالبا بتكون بيتنج. طب هي لو موجوده هنا هبتدي ادخل على اللور تيبيا، اضغط عليها وبعدين الابر تيبيا، وبعدين اعمل بنشنج للصاد في عيارين موجوده، وبعدين بخش على الابدومينال وولز بشوف السماعه، ضغط السماعه، او لو العيان بيبريدنج السكرم من ورا ببتدي اسمع الشيست، لانها بتبتدي تخش فيه بلورال ديفيوجن. بدات الاكزامينشن بتاع الايديما، اعلق عليها ازاي؟ هي اول حاجه يونيلاترال ولا بايلاترال؟ هي بينفول ولا بينز؟ ارتفاعك ولا لا؟ الليفل بتاعها لحد فين؟ تمام كده؟ اصل الشيت بتاع معاها سكين تشينجز ولا لا؟ ده كده بالنسبه للور ليم. بعد كده في الشيك ليست دخل على الشيست اكزامينشن. ليه الشيست اكزامينشن مهم؟ عشان الدورال فيوجن والبلمونري ايديما ودي ساينز قلنا من ضمن البيكتشر بتاعت الدايس. هبتدي اعمل انسبكشن للشيست، هل في فينس كولاترالز ولا لا؟ عشان دي لان لو حصل اوستراكشن يبقى عندي فينس فينس كولاترال فين. بعد كده بيركشن، بعمل بيركشن بقى من ظهر العيان هنا كده في الانتر سكابولار اريا، بدور على الانتر سكابولار اريا والبيز بتاع اللنج، الانفرا سكابولار اريا. اي ضمنس المفروض كلها تبقى ريزونانت، لان اي ضمنس هنا هيبقى معناه ان فيه ايه؟ بلورال ديفيوجن. بعمل اسكالتيشن بقى في الشيست، بعمل اسكالتيشن بدور على حاجتين، على بلورال الرب و بلمونري اديما في البيز بتاع اللنج. اهم حاجه اللي هي تعمل اسكالتيشن، معلش اهم حاجه الاسكالتيشن بتاع البيز بتاع اللنج. بقول للعيان ايه؟ لازم اقول للعيان ايه؟ خد نفس جامد وخرجه، نفس جامد وخرج، واسمع برضه الانتراسكابولار اريا. البيز بتاع اللنج ده معناه ده ان فيه بالمونري اديما، هيبتدي ترصب الاول في البيز بتاع اللنج. بسمع ايه؟ الاسبيراتوري كراكلز. طيب البرورال راب، البرورال راب ده معناه صوت خشوجي، فبسمعه على اي حته في الشيست مفيش فيها مشكله. بس الفكره ان انت لو سمعته في الانديرو شيست وول ممكن تتلخبط ما بينه وما بين البريكارديال راب. هتعمل ايه؟ هتقول للعيان وقف نفسه. لما العيان يوقف نفسه البلوره بتاعت اللنج مش هيحصل، الصوت هيختفي طبعا لان الهارت هو اللي شغال، فيبقى ده بريكارديال راب. طبعا الديفرنس بتاعه في النظري كبير جدا، بس احنا بنتكلم على ان انا ايه داخل على حاله شيت طويل، فلازم اكون تارجتد لحاجات معينه. حاجه في التشيك ليست النيورولوجيكال اكزامينشن. طب انا عملت النيورولوجيكال اكزامينشن وانا بفحص الهم، عملت الاستريكسس اللي هي الفلابنج تريمورز، هو عايز ايه تاني؟ طبعا عايز الكونفيوجن وسلارد سبيتش والتر بالمنتال ستيت، دي كلها عيان مش هيجي في الامتحان، فالعيان هيكون نورمال. اخر حاجه السنسور والموتور ديفيسل، اللي هو هتقول للعيان ايه؟ هتجيب اللابتوب بتاع اللي بيفحص بيه التوز بريك دي، وهتفحص السنسيشن بريفرال والموتور بتاع العيان يمسك على ايدك، والدكتور هيقول لك لا يا ابني ما تعملش نيورو زي ما قالوا لنا في الراوند ما تعملش نيورو. انت كده فاضل لك الفاينل كومنت. الفاينل كومنت اهم حاجه فيه الانترنال جاجولار فين والاديما، كل الباقي هم قالوا احنا عايزين دول، حتى في اللونج مهم جدا. دول اهم اثنين في الجنرال اكزامينشن. ممكن لو الاسئله شافوا بقى يسالك في النفرولوجي براحتك.
السؤال اللي نزل في امتحان بينزل في امتحان الاند راوند ايه؟ اكزامين 3 ساين اوف يوريميك او يوريميك مانفستيشن. اللي انا هفحصهم بقى اللي انا هعمل ايه؟ اللي هو الليمب اديما والانترنال جاجوار فين والفلابنج تريمز. ده اشهر ثلاث حاجات في الفحص اللي احنا قلناه ده. طيب من الحاجات المهمه جدا الاسايتس، طبعا اعمل ايفالويشن برضه للاسايتس. طيب في سؤال تاني نزل في الاند راوند، اكزامين الكيدني، لوكال اكزامينشن للكيدني اللي هو البالبيشن بتاع الكيدني، تمام كده؟ بس دول الاسئله اللي نزلوا في الاند راوند. بعد ما خلصنا الاسكلتيشن بتاع الابدومين هنقول اخر حاجه بقى عشان ما تنساهاش في الجنرال ابدومينال اكزامينشن، هي الليمف نود اكزامينشن. ودي من الساينز بتاعه المالجنسي اللي هي الليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود او ما يطلق عليها البركاو ليمف نود. هبتدي اقول للعيان حط ايدك في وسطك كده وابتدي اجي من وراه كده ناحيه الشمال وناحيه اليمين، بس انا مركز اكتر على الشمال واعمل رولينج كده عشان احس السوبرا كلافيكولار اريا هل في بركاو ليمف نود ولا لا. تاني حاجه ما ننساهاش بعد الليمف نود، بعد ما نخلص الابدومينال اكزامينشن اللي هي زي ما احنا قلناها اللي هي ان انا افحص كل الهيرنيا والفيسيز والعيان واقف واخلي العيان يكح عشان اشوف الاكسبانسايد امبلس اوف كف اللي هي سواء من فوق هنا الجاستريا الامبليكال والبارا امبليكال الفيورال والانجواينال هيرنيا. دول اشهر اماكن. بعد كده ما ننساش حاجه نقول للدكتور مش هنعملها خالص اطلاقا، ان الابدومينال اكزامينشن بيحصل له كومبليت ان انا بعمل بالريكتر والفيميل بير فاجينال اكزامينشن. طبعا مش هعمل بالريكتر اكزامينشن اللي هو البي ار اكزامينشن في الحاله خالص اطلاقا، انا بس بقول له بلفت نظره ان انا عارفها. والبي في في حالات الفيميل لو الحاله اللي معانا فيميل. برضه ما ننساش حاجه مكتوبه من التشيك ليست ومحدش علق عليها خالص اللي هو في حالات التنس اسايتس ان انا بعمل بالبيشن للديب اورجن حاجه اسمها الديبنج ريسون، محدش قالها خالص في الراوند، هي مكتوبه بس في التشيك ليست اعرفها عشان لو اتسالت عليها. الديبنج ريسون هنعمل فليكشن للمتقاربه فرنجيال جوينت كده زي ما انا عامل ايديا كده بالظبط، وانا هعمل وانا حاطط ايدي على العيان كده بعمل ديسبليسمنت للفليو لحد ما اشوف الاورجن تحت ايدي. طبعا هي طريقه ان اكيوريت لان انا مش هشوف الكاركترز بتاعه الاورجن على الاطلاق، فهي بس تذكر كده هي مذكوره عشان مذكوره في الشيك ليست.